توفيت اليوم السبت الفنانة الجزائرية الشهيرة فريدة صابونجي عن عمر يناهز 92 عاما بعد معاناتها مع المرض. وأعلنت وسائل إعلام جزائرية وعربية عن سبب وفاة الممثلة الجزائرية المشهورة فريدة صابونجي بعد معاناتها مع مرض عضال. وتعرضت صابونجي لجلطة دماغية نقلت على إثرها على وجه السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة. وحسب ما تداول من معلومات لدى مقربين من الفنانة فقد تدهورت صحتها مؤخراً وخضعت لعدة فحوصات طبية دقيقة لتستعيد وعيها، في حين كان يصعب عليها التحدث، وقد توفيت بعد الجلطة المفاجئة التي تعرضت لها. وكانت الراحلة فنانة وممثلة سينمائية ومسرحية جزائرية من مواليد الثلاثينيات بمدينة البليدة، حيث اشتهرت بأداء أدوار مختلفة ومتميزة.